متسرعة شوي، أعطيتني الفلاج الأحمر يفاليت تصبر شوي. ليه ميسيرش خاطرين تقول لي دراجر من بعد قلت لي بس لازم تصبر شوي، لازم في البحر ما نثقلوش باش ما نغرقوش، وفي الهواء ما نخففوش باش ما نطيروش. ميسيرش مروح بي سخونة شوي. أوكي هاي مسامحة. هذو مزوز ما يعرفوش بعضهم، بيناتهم حيط وحد ما يشوف في الاخر، باش يحاولوا يتعرفوا على بعضهم اتخافير مواضيع كيما العرس، اللايف ستايل وبرشا حاجات اخرين، وفي الاخر قبل ما يشوفوا بعضهم باش يقرروا اذا كان باش يخرجوا في ديت اخر ولا لا. عسلامه. عسلامه ياسمين، انشانتي. محمد معك. نتعرفوا تونسي؟ جزائري. نتعرفوا انت تونسي؟ انا تونسي. تونس العاصمة وين؟ اي قدي عمرك؟ في رايك يعني قداش؟ نعرفش من صوتي. انا اقولك من صوتك عمرك 27. اي صحيح. والله؟ اي بيانتو 28. شفتي قوة كبيرة. تبارك الله. اي تبارك الله. وانا من صوتي قداش يا عمري؟ 37. شوي زيدي. 38. زيدي واحدة. 39. صحيح. اي باهي ضحكتك تما 39 باهي. اي اوكي. طبعا باهي. واش تعملي في حياتك؟ انا كوميونيتي مانجر. كوميونيكيشن؟ يس اوف كورس. اوكي جود جريت. وانت شنو تعمل في حياتك؟ نعمل صومات. سبورتيف مال. سبورتيف. سي بيان. انا زيد سبورتيف. باهي. ودي فوا يعيطوا لي نعمل ادوار. سي بيان. ادوار ثانويه يعني صراحه. سي بيان. نتعلم. اوكي. ميرسي. نظن انه احنا نقولوا ليديز فيرست، المراه نعطيك الدوقيتي اول واحده. Ladies first. Thank you. Normalement, fais la ligne à ma message. Message. Je n'ai pas. HB. Oui, ça va. Je n'ai pas. 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 Merci. Pas de quoi. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je شنو تحكي اسبانيول؟ لا اسبانيول هكذا طلعتي في المستوى صراحه هكذا ما نقدرش. عربيه وانجلي. انا نحب هذا باهي. شنو هذا باهي عجبني. نترجع لي كيس يعجبك. اكيد تفضلي. ميرسي ميرسي. استنى اوكا جي ماركي مون تيريتوار. اوكي. دونك كنت تجي لي تعمل في تونس؟ في تونس؟ ايه جيت سياحة. باهي تونس. باهي سياحة. وين عملت سياحة؟ والله مش عايشة في تونس ولا برا تونس؟ لا أنا عايشة في فرنسا، أما ديما هوني في تونس. باهي باهي. و أبار الخدمة اللي خبرتني عليها مانجمنت. كوميونيكيشن. شنو واش تعملي حاجه اخرى؟ دانس ونعمل مسكيلاسيون. اوكي. وانت دراغور؟ دراغور كيفاش هادي دراغور؟ نحكي معاك نحكي معاك. انا موهبه نرسم، نحب الرسم. نحب الرسم. نحب ريد فلاك. شنو هي هذه؟ ما عرفت قلت لي دراغور. إيه بس أنا كملت ما سمعتش واش قلت من بعد. قلت نضحك. لا نحكي. أنا سمعتك كلمة دراغور. لا ما فات لكش. أوكي نحترم. سمعت دراغور دونك أو بروميير ريد فلاك. أوكي. تو بير دي بوان. أوكي. شنو الهوروسكوب نتاعك دراغور؟ بيلي. بيلي أوكي. أوكي. تخي بيان. أما أنا على الأقل ما نكذبش. بزاف شباب يكذب يعني. يحب يفيلمي. اي صحيح. يحطوها بارفي. صحيح؟ ليه سي بيان قلت لك. وي مالها رجع فلاك.
ليه؟ أنا قلت صحيح. خليه عندك. جذك خسرت أم بوا معايا. دونك يقعد غادي كفش. في تناقض. أنت قلتي أكل الأحمر. أي خطر كدراغور. نجمش تكون غادر. لما قلت أنا قلت الحقيقة. أنت قلتي لي أوكي عندك حق تمر. ليه غلطت غلطت. يا أوكي تحترمي خلاص. أوكي كنا نحكي في الهوبيز. اللايف ستايل تاعك. Do you smoke؟ ليه؟ ما نشربش ما نكيفش. سبورتيف باهي. وانت تتكيف ولا لا انا ثاني رياضي. تشرب؟ لا ما اشربش اخي. مرسي. اوني دو اي باهي. قد ايه عندك وين جيت تونس؟ 5 دقائق. جيت تو. مرحبا فرحوا بيك. اكيد انا نفرح بهم ونفرح كي نشوفه. هاي باهي مش تزيد تفرح كي تشوفني هنا. انا يهمني المونتاليتي يعني نسمع فيك هاي ونظن انك انت متسرعه شويه. اعطيتيني الفلاج الاحمر يفريت تصبري شويه. ليه ما يصيرش خاطر انت قلت لي دراغور من بعد قلت لي بس لازم تصبر شويه. لازم في البحر ما نثقلوش باش ما نغرقوش وفي الهواء ما نخففوش باش ما نطيروش. ما يصيرش مروح بي سخونه شويه. اوكي هاي مسامحه. انت كازانيي ولا ليه ولا تحب الخارج؟ هذه لغه فرنسيه صح؟ فسر لي اكثر يعني. يعني تحب تقعد تحب القعده في الدار ولا تحب الخارج اكثر يعني ديما البر؟ اتس ديبانس. انا دائما فلسفتي في الحياه انه حسب الحاله يعني. احيانا نكون في الدار نحس روحي راني ليبر لانه انا دائما امن انه التحرر يكون تحرر فكري ليس جسدي. يمكن أن يكون في الدار لكن عقلي في مكان آخر. فهمتك. كي يكون المود باهي كل إيش مدى بيه يعني نخرج مع أصحابي نعمل جو نعمل يعني I love to have fun يعني. أي فهمتك. سديبون المود. أنت شو؟ سديبون المود. وأنتي؟ أنا أنا نحب الخارج. ما نحبش نقعد في الدار خاطر كي نقعد في الدار نرقد خاطر عندي برشا انرجي دونك جي بوزوان دو لا ديبونسي. فهمت واش علاش شنو يعني ديما اكتيف. انا نحب ديما نتحرك نخرج. فهمت. نعمل حاجات يعني دي زكتيفيتي. فهمت. تو سبيند يور انرجي مش اي اكزاكتومون اكزاكتلي. شنو برجك؟ جيميناي. توأم. اوكي برجنا بلوتو. باهي. كيفاش تعدي نهارك باغ اكزومبل وقت اللي ما تخدمش؟ نعدي ما نخدمش. واو ابهرتني. انا صراحه ما عنديش. انا كي نكون اولا الرياضه مهمه في حياتي حتى نخدم ولا ما نخدمش الرياضه لازم. قد ايه تعمل؟ نعمل كارديو عندي فوني 5 كيلومتر حتى 20 كيلومتر. سي بيان. انا عكسك. عكسي كيفاش تجري 5 كيلومتر؟ انا الكارديو ما نحبش الكارديو. انت تعملي مسكيلاسيون؟ جو بريفير مسكيلاسيون كو الكارديو. اوكي. وقد ايه تعمل من ساعه سبور في النهار؟ من ساعه حتى ساعتين. اوكي. انت طويله ولا قصيره؟ طلع تباني متر و 71؟ ليه أقل؟ إيه ملا أعطيك وردة تسالي وردة على كلمة أقل. ميرسي. أنا الصراحة لأنه مليحة الصراحة. يعني أقل متر 65 صح؟ متر 67. طويلة متر 67 للمرأة. باهي. اما نلبس دي تالون دونك ديما نلبس دي تالون دونك نظهر اطول من متر 67. اوكي. وانت قد ايه طولك؟ متر 86. باهي سي بيان. ميرسي بوكو. سي بيان سي بيان. تحب الرجال كل ورده على الفازه؟ لا حبيت تنحي الريد فلاج. اوكي. سي بون. خليني نخمم شويه. اوكي نحي لك الريد فلاج. ميرسي بوكو. سي بون. La paix. Caméra. As-tu une note B ou la chaleur? Peut-être qu'il y a une note, je ne sais pas.
وانتي؟ لا عطيتك نوت باهي. 8 لا 10 لا اقل من 8. مرسي. احكي لي شويه على علاقتك مع اصحابك مع عائلتك. عندي برشا اصحاب اما يعني البيست فريند مش برشا فهمت، وديما نختار صحابي عكسي انا يعني ما نجمش نكون صحاب مع عبد عنده نفس الكاركتير متاعي ولا نفس كيف نفسر. فهمتك. تسمى انت مثلا كنت تكوني داخله في علاقه، اسكو يقدر يكون عندك بيست فريند وانت داخله في علاقه ولا ما يكونش عندك بيست فريند؟ تقصد يعني انا نجم نكون عندي دي بيست فريند يعني ولاد هكا؟ انا مثلا ما نامنش بيست فريند طفله، بيست فريند ما لايك مان اند وومن، ما نامنش انه في. انت ما عندكش ولا عندكش؟ انا ما عنديش بيست فريند طفله بالحق. عليه نو ما نامنش، امبوسيبل دازنت وورك. عليه ما تامنش؟ ما كانش اغلبيتهم لو بي بارت احمي يقول له بس فان في الاخر في حتى في لي فيلم مش حتى في الحقيقه يقول له اي لوف يو كان وي ماريت. شي با داكور. اوكي هذا شوفي نقول لك حاجه، هذه تبع عليك باسكو سي ان ديباك. قلت لي سي با داكور، هذه مني جاكسبت مون كور ريست اوفر. اوكي هذا سي ان ديبا، لازم سي مناقشه ما نخلقوهاش هنا. انا ما نعملش بالبيست فريند دازنت وورك. انا نعمل بيست فريند طفله، نعمل انه يو هاف فريند اصدقاء في العمل. اوكي في حال في عمل بس بيست فريند نو بيست فريند انه توصلت انه مثلا المراه عندها مشكل مع رجلها ولا مع واحد تحبه كي يصير مشكل تعطيه البيست فريند. عيط الراجل تقول له لا انا ما نشوفها نو. ليه فرانشمون شو ماشي لا نو نورمال خاطر انت ولا بيرسون انت كيفاش يعني كي تكون انت اون كوبل افيك كالكان و تو لوي في كونفيونس. سي با افير دو كونفيونس، سي با بارابور دو كونفيونس، سي با ابوت لايك تروست. ماشي قضيه انه ثقه، قضيه أبيش كيف نفهمك؟ عمر حميد فهمتيني؟ أنا هاي معليش نسقسيك سؤال، أنت مثلاً أنت مرتي وأنا تلقاني يقدر باهي وسبورتيف ونعرف نعطر ونثقف ونسافر ونخدم. يا برينغ دقيقة نعيط لماي بيست فريند سعاد، تروحي تشوفي سعاد شعر أصفر عين زرقاء باهية، هتقولي أوكي واو واو يو بيست فريند سعاد. هاي عادي. لا تكذب يا بكيش. لا والله لا نكذب. لا والله تعمل مشكلة عندي خبر في الحياة. أخي مرة أشوفك معه وش لي هذاش كي توصلوا عنا احنا تقولوا نو أخي مرة وعندك منتم وي ماي بيست فريند حميد. لا هكا نوليو ندخلوا في الغيرة. وأغلبية تاع بيست فريند تاع البنات تلقاه لابس نواظر وخشين شوية وقماش يغفلها لهنا. هو فيلم يعملوا برك باش يبان الرجل راهو ناس مليحة. الطخف اللي حلق مجه يبدا يدير صلصة يبدا. ليه هكاك نوليو ندخلوا في الغيرة هكاك يعني؟ اوف كورس الراجل ما يغيرش ماشي راجل. بور موا الراجل ما يغيرش على المرأة ماشي راجل. مغيرش على انت. والله العظيم انا كيقول لي واحد نو ام كول ما غيرش على مرتي. يا خواتاتك انت كي هو. مغير. اوف كورس كيفاش انت ما تغيرش على مرتك ولا؟ لا لازم تكون تغير تكون صح راجل. ما تحبيش تري غير عليك. لا نحب الراجل مغيرة ما بار اكزومبل انا مانيش. ما تحبيش مع بيست فريند؟ لا ما فهمتنيش يعني انا بار اكزومبل نبدا من غير الا ما نحس فما حاجه فهمت يعني نحس فما كلكو شوز كي كلوش فهمتني يعني ما نجمش نغير اوكي هكيك. صح عندي سؤال انا ماي بيست فريند انا مثلا ام يور هازبند مثلا سؤال انا ماي بيست فريند سعاد شعر اصفر عينها زرق تلعب نلعب انا وهي سعاد بربي معليش نلعب انا وهي التنس شطا تنس تدي بول الكره تمشي كره ما كره تجي سعاد ماي بيست فريند
اما انا جاتني الدوخه قلت لها سؤال جات عملت لي هاك حضنتني وشفت انت خرجتي في لاكسيون تحضن فيا جيت تكلميني نقول لك نو ما كان والو بس ماي بس فريند خفت عليا تقبليها انت نقص لك There is no my best friend. This is Ali Hamid. خلي عمر مع أمينة وتحبسهم. لكن par exemple تفسر لي اللي صار نجم je peux comprendre. ما عندي ما نفسر لك. كانش best friend. أنا ضد the best friend. اللي يقول best friend يكذب. لا. يا ما قالوا best friend بعد زوج بيها ولا خلاص. لا. هذاك اسمه مكتوب. لا مكتوب بس فريند مكتوب يا مكتوب تعرف مسلسل مكتوب لا مكتوب وقد ايه عندك تو انت سيليباتير سينجل ترايديك ساعة ما نعطيش كونفيونس انا ملي حبست بس فريند بس فريند وريني ما عندكش خاتم ماكش مكتوب هو قدم خاتم اربع نساء تبارك الله خمسة ذوك وانتي انا شنو انتي شنو انتي اي اخر مرة يعني مش اخر مرة خليني من اخر مرة وشك يحب ليه نقصد قدي عندك وقت يعني سليباتيخ وقت انا عندي زوج بنات بيه عندي زوج بنات وعندي مزوج الاولى مطلق معاه ومزوج الثانية ما عندي خبره في الحياه البس فريند اما انا برك انت نسالك انت هي نوع من الرجال تحبي رجل غيور باهي اللي قاري ولا تحبي الرجل اللي كيما تشتهي السفن والرياح تقول له يجي تقول له روح انا نحب رجل مطلع تطليع راجل كيفاش مطلع تطليع تفهم تونسي انت ولا قاعد بربي الشباطي قلنا فين تفهم تونسي فهمت قاعد تحب الراجل ينحي حار ينحي العينين مفلفل اه وحدك ما فهمتيش روحك برك اي نحب مفلفل لما او ميم تو مش مفلفل يعني عجبتني يعني هكا فهمت عجبتني والله عجبتك انا اعطيتني كي يسي فير لي دو يعني كنت فاقد الامل فيك اما درك ذكية هاكي احلى ورده بنات ميرسي والله ذكي انا طلعتي عبك طلعتي 10 نقاط كنت اعطيتي على بالك كنت اعطيتي مع سعاد لعب التنس بديت تاكل ولا ما زلت والله ما سمعتكش ترمو صوتك باهي ياسر ما سمعش قلت لك بديت تاكل ولا ما زلت ريجيم عندي ساتوم بيان لي زاب دي مينو نخاف عليهم عندي ساتوم بيان ما ناكلوش ولا اليوم والله خلاص والله باك شنو انت انا عندي بيتزا انت والله يكون لقاك كيفاش نغرسك الورد اليوم نعرف الفلاح جدي فلاح ونغرس الورد البطاطا كل شيء سي بيان شنو ماكلتك يور فيفورت فود جلبانه كويس تاع الدجاج جلبانه والله جلبانه صاحب كويس تاع الدجاج استنى دخل لانه تعرف ليش نحب الجلبانه لانه المراه اللي تعيش معايا نتخيلها أقدم ربطها شعرها ولبسها لبسها كده وطيب لي في الجلبانة لأنه مش عم قولك ناكل فريت أومليت ما كانت شيء تخدموا لي بكو ما بربا تعز طيبة بس على الجلبانة لازم تقعد لها تقشر الجلبانة وتلبس الربا وتقعد في الكرسي وتدير الجلبانة وبعد نقيها وبعد كي طيب تلبس الطبلية وتوقف الله يسلم نحب نتعب المرأة الصراحة كنا كلنا كنا بلينا ولا نروح نديروا أوردر ولا ناكلوا كريفات البرا وخلاص يا ولدي نقص من الافلام ما معاش تفرج برشا افلام كنت عارف الافلام شكون يعمل فيهم ليه باهي يا جلبانه ما انا ما نحبش الجلبانه اخي شفتي كيفاش هاكي معي هاكي معي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الضوق قلت لي باهي الجلبانه نحب الجلبانه ليه باهي يا جلبانه ما انا ما نحبهاش ما عطشت هذاك تكلمت ياسر ما عنديش قرعمات ما ما تحب شفتي عندك اي عندي اعطيني قرعمات صن بيبليسيتي هاك اما لي قرعه ما معاها معري صحه بشفاء نوت باهي ولا والله احنا رجال نثبتوا على كلامنا الصراحه كيما بدينا كيما نكملوها باهي وانت
هاي تحسنت هاي يا مليح شفتي ليس من ليس من من يبكي من يضحك كثيرا من يبكي أخيرا. مرسي شنو أعطاك تسخ؟ أنا شوفي نفس أعطوه لك. علينا. عجبك بدلك؟ ليه بي؟ هذاك شنو زعفران؟ نعرف. تحب تشوف؟ تحب تذوق؟ إيه بزعفران هو. هذا بالكراميل. تحب تذوق؟ استنى نذوق ونقول لك. هاي نعطيك. بنين؟ تحب تذوق؟ والله ما عنديش ياسر في هاك ذوق. ميرسي. دو كوا؟ Ne me quitte pas, il faut oublier. Le citron, je crois. Merci. Ne me suis pas. Très peu de zoukman venu. Attends. Ramadan. Merci. La resta, oui, dink. Oui, dink. عرستك برشا مرات نو؟ ايه عرست برشا مرات قديم مرة؟ مرتين اه صعبا باهي أنا ما عرستش حتى مرة وعملت يعني المرتين اللي عرست فيهم عملت عرس كبير ولا جست كبير في مرت تو تايمز عملتهم كبير اه اوكي كبير في الفكرة أنا ما مش قضية كونتيتي يعني مش قضية الحجم ولا الفكرة فكرة نحب أنا I love everything simple نحب الحاجة اللي تكون بسيطة وفيها روح أوكي نحبش الارتيفيشل نحبش الفيك نحبش حاجة زعما بزاف بلينك بلينك ومش يقولوا ناس واو وكذا نحب حاجة نقدر نلبس ساكودو ونمشي في جبل وفرحان ونسمع اون غوندوني ميرسي بوكو نسمع الطبيعه ونتكلم مع الطبيعه اوكي جو بريفير كو نروح مثلا فيستيفال كبير وفي غير المنافقين فهمتي تحبش لي فيستيفال والله ديبانس انا الفيستيفال يهمني الانرجي الطاقه اكثر من تهمني التظاهر يعني ريد كاربت انرجي دونت لاي الانرجي تاع الحب تاع الفالور تاع الحقيقه فهمت لانه انا نظن انه اي انسان حقيقي عمره ما يكره لانه حتى كون يتاذى راح يقول الحقيقه ويسمع الحقيقه وتصفى القلوب أما اللي ينافق عمره ما يكون عمره ما يحب لأنه هو يكره والناس تكره هو يشد والآخر يشد فهمتك والله نفتح السيطار اللي بس سي علي سكر ولا قبل نفتح السيطار يفتح قبل نفتح السيطار وانت وش رايك يعني هكذا وش تحبي عرس في العرس وش تحبي في لانه عرس حتى هو يعتبر ايفنت يعتبر نمو تظاهر ف شو تحبي انت هذه التظاهر؟ تظاهر من التظاهرات اللي تكون فيستيفال عرس ملتقيات لا نحب عرس عرس يعني عرس تونسي بطبيعه تونسي نحب عرس ونحب سلاميه وحضره لين نحب عرس تونسي يعني عرس تونسي مش لانك مشتاقه للتقاليد التونسيه لانك عشت في فرنسا هي مده طويله لا انا مش حكيت مشتاقه ولا حاجه ما مشتاقه احنا في الجزائر متشوقه يعني لين نحب عرس تونسي يعني تقاليدنا وعاداتنا فهمت اي قلت لك انا قلت لك مشتاقه يعني توحشتي التقاليد التونسيه كيما انا جيت لتونس قلت له ناكل كسكسي
بالعلوش. هاي انا ديما في تونس دونك انت تعمل عرس بالعلوش، علوش كبير ويذبحوه وعرس وزرنا وغناء تونسي و... بالطبيعة وديه وتصدر يا الشادي يا بالأحسن هاي بالطبيعة انتو تلعب وقتها بشعوركم مشروع هاي هكي كان حب العرس، عرس تونسي يعني باهي فادي هذا نظن انك شدة في التقاليد التونسية فهذا تحترمي عليها، هذه أحلى وردة من عندي ميرسي ولا شيء الوردة لأنه نحب الإنسان يشد في التقاليد وحتى يكون في أولي يعني يكون في هوليوود اي اوتنتيك ولا تحب يكون عندك صغار يعني جيبي اولاد اي ياسر شوي لا زوز ولا ثلاثه والله انت بتركي بوندا اي نحب صغار انا نحب نجيب صغار اغلبيه البوندا نحب البنات تحب البنات اي نحب نجيب باغ اكزومبل بناي ولاد وكيفاش تشوف مصروف حسبيك حسبيك ليه شو نسألك سؤال آخر ليش سؤال آخر لا لا يا المصروف أنا حاس نسأل كل توصل العرس شنو المصروف شنو شوبين ليه كيفاش يعني من أسباب من مسببات الطلاق هو المصروف فهمتنيش كيفاش يعني تشوف الحياة يعني بعد العرس يعني زوجية بالطبيعة زوجي يعني تحب كيف نفسر خاطرين انسانة ما حبش بار اكزامبل الروتين يعني ما حبش نتيح في الروتين فهمت فهمي روحك لأنه كنت هنجاوبك انت بنفس الجواب اللي جاوبتيني لي قبيلة في أول كونفرساسيون قلت لي أنا شعلمتك الدنيا عاد قلت ايش قلتي لي الصبر ايه مالا هذا كوي تم تستعملي هذيك المادة تستعملي على الماكسيموم تصبر تستصبر وابو الصبور وابو الصابرين مصبرين ويا ربي لازم تشد عليه تعرس وتحترم في الدار يا اخي تشد ما كاش منها تشد لازم تكون كيما الفارس تشد يكونوا اي علاقة تاع علاقة زوجية كامل فيها مشاكل فيها بروبلمز فيها روتين فيها يا ولدي بي بوزيتيف اوكي ام اولويز بوزيتيف حاجه باهيه حاجه باهيه لازم تصبر سبق الخير اوكي بس لازم تصبر لازم عندك عندك كاركتر وانا نشوف انا نقول حاجه على علاقه بالخاص في الزواج من وانا نشوفها كاين ناس بزاف يقولوها بهذه الطريقه يقول لك سر نجاح الزوج والزوجه هو التنازلات هو يقولها كده يبسطها أنا أقولها نوع أقولها مش تنجح العلاقة بين الزوج والزوجة يجب في يكون فيه التنازلات ونطقها مليح التنازلات لأن الإيجو الآن أنا يقول أنا وهو يقول أنا وفي زوج نكونوا أنا ونروحوا في الأنا لازم هو ينحي من روحه ويتنحي من روحه أي بتبيع في تنازلات في تنازلات أنا بلا للأسف الشديد الجينيريشن هذا الجيل هي تكون أنا هو أنا هو شوف روحه ما بيش قار ياسر ويشوف روحه قار ياسر ولا هو عنده دراهم ياسر ولا حتى عنده دراهم ياسر وكيف بزوج يقول له بابا عمل لي بابا عمل لي وهو يقول له ماما عملت لي وماما عملت لي فيدخل في متاهات فأنا أظن أنه لازم يكون في تنازلات لازم يكون في مفاهمة في أي يعني تقصد أنت تحب غولاشون أولد سكول كيما قبل يعني كيما والله ذكي ذكي والله ذكي عيشة تاع نيو جينيريشن ويشد في الأولد سكول في المعاملة أحكي لي كيفاش يعني في الغولاشون أنت 50-50 ولا أنت تو بخون تو يعني لا رجل الدار ولا كيفاش شوف انا اغلبيه نحب نكون انا رجل الدار مي كونديسيون كي جو بونس كي تكون مره تخدم نحبها كي تكون في المصروف 70 للرجل و 30 للمراه عليه ما مي مي ماشي مليح سي كونسيون اما كاين مراه ليه يعني علاش مش باغ اكزومبل 20% للمراه و 80% للراجل 20% ها هي حسب الكاتيجوري لو كنت تكون طبيب 30% تكون انت والخدمه تكون ستير 25 فهمتك تكون ماكياج 15 اوكي
حاسم او تز دولار 5% واش قصدي بالطرام تقوليش سيتو راح القطر من خاطر دابا يصدي فما تقوليش فهمتي فهمتك زيد سيس نقصلها في الدقري في المصروف ايوا ايوا على خاطر تقول راجلي عطاني 5% ونرجع خير رقم واحد راه شنو انا عطيتك رقم كبير حتى انا عطيتك نوت باهي واش رقم اما حاجه باهي قلب كيفاش تخيلني فيزيكمون صراحه كيما كنا نحكوا مع بعضنا والكونفرساسيون اللي عملنا ما قدرتش نيماجينيه صراحه لانه بنتي لي اولا انسانه طيبه عندك قلب فيه روح عايشك حتى تعرفي تتكلمي حس بالمعلومات اللي اخذتها رياضيه بشكلك يعني رياضي وصفتي لي قلت لي مانيش بلوندا مانيش سمراء اما من تباني شويه طايشه لان شعرك يكون شويه موش ارطب مش كما عملوا لنا الفوق مش ارطب شعري هو ارطب انت ما عملتيش تعمليه كيرلي اي من الستيل يعمل شعرها كيرلي ولا تعمل شعرها كوكاري لي كيرلي كيرلي وانتي انا كما قلت لك قعدنا كما قلت انت بلوتو يعني قعدنا نحكي وما خممتش يعني في الفيزيك اما جبونس انت سبورتيش يعني دونك فيزيكمون تصورك باهي في محلك سو خلاص نحلو صايما تحب نشوفو اي استنى نحسبو عاد اي احسب مزروب احسب اي تحب نحسبو بالعربي ولا بالفرنسي ولا بالاسبانيال احسب بالاسبانيال اي اون دوس تريس اسلام نتشرفوا ياسمين محمد انت زاد شعرك كيرلي يا كيرلي عملت كيرلي من بعد جبتولي اي بالحق تشبه جوني ديب والله اي انت نسيتك شو تشبه شوية الشاكيرا شاكيرا شاكيرا انا ازيا ما شاء الله نشوفوا ملا فما سكند ديت ولا اوف كورس اوكي Yes. Much. How is it? Reserved. Merci beaucoup. Okay. Ah. Ah, bah, c'est bien. Ouais. كان حيت لك الريد فلاج افرحات والله ممكن يعني كنت قلت خرجتك اوكي يا اي كيف 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 انا نفس التوقيت هذا ماتشي ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه وما تنسوش تعملوا فولو في الانستغرام فيسبوك ويوتيوب